مذيع رياضي خليجي عنده برنامج، أكثر برنامج فيه مهاوش في الشرق الأوسط الظاهر، بس له أسلوب خاص. أنا الخليجي، أنا الخليجي. بس هل الديمقراطية تقاس عندكم بالتضليل؟ يعني لما جينا وسألناك من شوي سؤال بسيط، قلنا لك يا مرزوق صحيح الانسحاب، قلت لي والله صحفي وعربي وانا هددت وانا كلمت، هل هي ديمقراطية عندك؟ في غيرة وفي بين المعلقين مشاكل، كما هو بين المعلقين المذيعين الدكاترة ممكن مشاكل، ولكن ليست غيرة. لا انت مثلا انت والاستاذ نور الدين حفصي في مجلة سوبر الإماراتية، لا مش غيرة، هذه ليست غيرة. عشان اطلع من السؤال هون عليك بلاتر تطلع مكانه. أسلوبه الخاص، يبدأ الحلقة في أنا الخليجي وكذا وجو خليجي فرايحي لطيف، بعدين يبدأ يحرك الضيوف، نفس كيف يسأل سؤال يرميه ويرجع يتكي يعني على المخدة خلاص. إذا ما تحترم نفسك حسين، ما تقدر، ما تقدر. اسمع كلام العدل، اسمع اقول لك، انا بقول لك ابو كلب زعل، اسمعني سمعت عطرت السوق في عليك بسمونه، اسمع كلام اقول لك، لا تخربط لا طريقك انت. طبعا ما فهمنا شيء بالرساله، كله هواش، بس دائما الهواش عندهم في طرف سعودي، ليه يعني يستفزون بسرعه او شغله؟ وبعدين هو زي ما قلت لكم حتى هو قاعد يهدي الضيوف، واضح انه لا خلاص لا تكفون، لا اخلص عطوا يا ابن حلال الله يرحم والديك، ايش فيك ساكت، الله يخليك طول في عمرك، لا بتكفون خلاص. هذا اسلوب الخاص، الكلمه هذه تنسحب رياض لو سمحتوا. جاء اتصال من ايجنت وقال له لا تروح العربي ولا لا، هذا سؤالي. نعم صحيح، هذا كلام انا قلت له يا حضرت الغالي، اسمح لي انا طالع. لا أنا شفت الضيوف، في ناس زعلوا ومشوا وربعنا متكين، يعني أنا عجبني الدغيث وجالس في النص، الاثنين تهوشون وقاعد كذا، وخالد جاسم على الآيباد استنى مشكلة تخلص، بعد كذا واحد ينسحب ثاني ينسحب، أتمنى في يوم من الأيام أشوف واحد من ربعنا ينسحب. بس والله خالد والله إذا ما قلت حق الناس إيه؟ عن هالموضوع الورقة إيه؟ إن تأليف الحين إيه شنو لا ليش يصير يعني بساعة حط لك ورقة تحت الباب 11 ونص كذي لقيت الورقة ايش مكتوب فيها ذكرني ما اذكر الورقة اللي جاتك ايش قالت لك عن مرزوق العجمي اليوم وما يبيع طول حياته الدراسية محفي بالانشاء لين ياخذ علامة كاملة هذه حلوة في البرنامج انت ما تغشش الضيوف كل واحد اول ما يجي ضيف تستقبله من المطار للوتيل تدخل الغرفة تعطيه السي في عن العالم اللي جالسه في المجلس عشان يشبون على بعض فكرة جديدة دي عجبتني انا احب الاثاره انا برامجي اعترف نعم انا احب الاثاره وانا انسان مشاكس بس تصير بثاره يا خالد بس دكتور بس حلو معترف انها اثاره شو بس وين الناس اللي تعرف يعني انا لما اقول اثاره اكيد اني بولعها هنا وهنا 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 والضيوف يتناقرون وانا جالس هذا الموضوع هذا الاثاره اللي تصير في الموضوع لكن واحد يقول له جنبه بثاره احنا نبي اثاره نبي بثاره نبي اي شيء بس يصير في تقدم عندنا شوي حلو حتى برنامج ممكن انك ضيف اخر البرنامج يصير عندك تمارين اطاله لياقه ممكن ترقص على أغنية نشغلها لكم ترقصون وكذا هذه مظاهر الفرح برنامج متكامل ممكن نسميه فعالية ما هو برنامج يعني فيه ترفيه فيه مهاوش فيه طرد فيه كذا ممكن ترى أن نقسمه ما يحتاج أن يكون برنامج ساعة لا أو ساعتين نخليه زي ذاك الابتسامات زي برنامج ابتسامات حاجة زي كذا نجيب مشاهد منه كويس هذا الاستثمار برنامج رياضي وترفيه في نفس الوقت سمعكم عمي بيع الورد وعمي بيع الورد عمي بيع الورد قل الورد بيش قل لي يا عيني هاي هدية مني لك يا خالد ولأبو حيدر شكرا يا ماجد الخليفي يا ريت نسمع صفقتك كلنا صفقنا اللي انت راقد حلو ان برضو البرنامج فيه اهداءات يعني مطرب يتصل ويهدي اغنيه
بس كان الجو طربي، بس انه جهاز ما عجب الجو يعني لازم يتحرش واحد، فتحرش في الخليفي طبعا كان مسلهم شوي ما هو بيم الوضع يعني، كان مسرح عايش حياة ثانية، خربوا الجو حقه. ليه؟ لك تقول كلمة طيبة يقول لك يعني مثل شو يقول، قل خيرا أو اصمت إن شاء الله. هو مثل ولا حديث؟ عارف انه حديث مثل حديث يا ذيبان، حديث ولا مثل يا اخوي؟ حديث ذيبان يقول حديث، زعل علينا ذيبان كيف ساكتين الشباب، ما حد قال ما حد علق اصلا. صح لو سمحت لو تكرمت يا اخي، مو تعال قاعد مكاني ارجوك، تعال حياك. لا لا انا لو تكرمت معلش، انا وكان هدفي اخر وانت تقلفه الى هدف اخر، هذا شيء في نفسك. لا مو ولكن انا الغرض اللي في بالي اني اتكلم وانت تدع في هذا النادي لشوف اليوم متصدر، اذا هذا الشيء مسبب لك صداع بجيب لك بنادول، خذ بنادول وارتاح وريح نفسك. لا والله جد هو اللي مسبب، ما في شيء. لا ما في شيء، هي شوف هي في الاخير فهد الروق اكيد مصدع من المباراه او مصدع من النصر ما يلا، بس انك تجيب ضيف خلي يقول لي في خاطره يا اخي، لا تسكت، خلي يقول لي في خاطره، انت تجيب العالم لو سمحت اسكت، لو سمحت اسكت، طب خلهم يعبرون حتى لو انه يعني ما هو متصدر ولا شيء، من حقه يفضفض شوي يعني، البرنامج فيه اهداءات فيه رقص فيه كل شيء، خل فيه فضفضه يعني، خمس ثواني يفضفضون. على المهم احنا ما لنا علاقه، احنا المدرج نتفرج.